هي معلومات ميدانية وعن الانفجارين أيضا. يعني الانفجارين كما تفضلت استاذي الكريم يعني بالقرب من مقر الامن الجنائي وفي ساحه التحرير، طبعا هناك تطويق شامل للمنطقه، حاول احد المراسلين واحد الاخوه الوصول الى ساحه التحرير لكنه تم منعه. طبعا العمليه الى الان لم تتبلور صوره واضحه حولها يعني 100% حتى نستطيع يعني تبين روايه دقيقه، لكن السيناريوهات والخطوات الاوليه تنم عن نفس المراحل التي حصلت اول انفجار بعد بينهم، يعني الانفجار الاول في الساعه 27 دقيقه، الانفجار الثاني في الساعه 27 او 27 دقيقة، فصل بيناتهم 7 أو 8 دقائق، بعدها يعني لم يفهم لماذا اطلاق الرصاص، اذا هي سيارة مفجرة اطلاق رصاص في الهواء، بعدها سمعت اصوات لسيارات الاسعاف، تبنى التلفزيون السوري مباشرة. نعم علي حسن، المنطقتان اللتان شهدتا الانفجارين، في العادة من مناطق او من ضمن المناطق التي تشهد تواجد امني عسكري في الاحوال العادية؟ منطقة الجماعة نعم هي تشهد أحيانا تجمع للشبيحة أو ما يشبه ذلك، لكن يعني هي مناطق أيضا مناطق مقابلها يوجد يعني مناطق سكنية هي في العاصمة في وسط العاصمة يعني، لكن هي مقار لتجمع قوات الأمن والشبيحة. لكن في هذا الوقت بالتحديد يعني الساعة 7:30 ما في أحد بالشوارع، لا شبيحة ولا قوات أمن ولا في مظاهرات ولا في شيء. يعني ماذا يعني هذا؟ يعني هذا يثير علامات استفهام كبيرة أستاذي الكريم، لأنه في هذا الوقت لا يمكن أن يكون كل هذا العدد الكم الهائل من الجثث ومن الضحايا ومن القتلى، فهذا يعني لأنه كل معطل، ما في لا جامعات ولا في مدارس ولا في موظفين ولا في أحد، ونحن نسير في العاصمة دمشق يعني خاصة يوم السبت لا يوجد ازدحام ولا يوجد شيء يعني، هذا يعني علامات استفهام كثيرة إذا حتى اللحظة. يعني تقصد حتى يعني يكون الكلام على لسانك بأنه هذه الجثث الموجودة يعني تشككون إن كانت ناجمة أو مثلا يعني أصحابها قتلوا بسبب الانفجارين؟ يعني المنظمة العربية لحقوق الإنسان أوفدت وتمكنت بالسر من الدخول إلى المشفى العسكري بحمص وأكدت وجود أكثر من 1200 جثة ما زالت طازجة، يعني هذا طبعا واثبتت انهم اتوا اغلبهم من حي بابا عمر ومن انشاءات من كرم الزيتون ومن عشيره، فهم يمتلكون استاذي الكريم العشرات بل المئات من الجثث، هذا يعلمه جميع السوريين، هذا عدا عن الجثث التي مقتوله تحت التعذيب، فهم يستطيعوا بسهوله كما حصل في تفجيرات الميدان وتفجيرات كفر سوسه ان يعني يزرعوا قنبله في داخل سيرفيس او في داخل يعني سياره، قوموا بتفجير الشخص مع الجثث التي بداخلها، هذا امر لا تعجز عنه لا المخابرات ولا اجهزه الامن السوريه. عبر الهاتف من دمشق علي حسن الناطق الرسمي باسم شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك.